انتشرت قصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قصة إسلام الممثلة الألمانية ماري كوليكوفسكي، والتي أدت شخصية حبيبة إسماعيل رجب اللي هو الفنان شكري سرحان في فيلم قنديل أم هاشم. تعالوا نشوف نص القصة المتداولة. في فيلم قنديل أم هاشم، الممثلة اللي مثلت دور حبيبة شكري سرحان كانت نمساوية ونشأت في أسرة مفككة، أب وأم منفصلين هي واخواتها، والقصة بتقول ان هم اخذوا طريق الحرام، لكن هي حاولت تحافظ على نفسها وتعيش بالحلال، فاشتغلت جرسونة في كافيتيريا. شافها احد المنتجين واخدها تمثل ادوار صغيرة ككومبارس بين المانيا والنمسا، لحد ما وصل فريق عمل فيلم قنديل ام هاشم لالمانيا عشان يكملوا تصوير الفيلم، وكانوا بيدوروا على ممثلة المانية تقوم بالدور، وكلموا مكاتب الريجيسيرات وهي عرفت فتقدمت للدور واتقبلت، وحكوا لها عن قصة الفيلم فابتدأت تسأل عن السيدة زينب، وابتدوا يكلموها عن حضرتها وحضرات السادة آل البيت، وكان طبيعي إنها تنشد للكلام ده وتنبهر بمدى الطهر والنقاء. ومع نهاية التصوير كان طبيعي إن فريق العمل يودعوها ويرجعوا مصر، لكن قلبها كان معاهم. كل ده في القصة اللي هي المتداولة. وبعد يومين كانت مسافرة على مصر من غير ما ترتب أي حاجة ولا يكون معاها إلا تمن التذكرة وتحويشة صغيرة كده من شغلها، وكان هدفها إنها تروح للسيدة زينب. وفعلا بعد ما وصلت المطار، القصة بتقول إن هي خدت أول تاكسي وعلى مسجد السيدة زينب، ولأنها ما تعرفش ولا كلمة عربي حتى دورها في الفيلم عملته كله باللغة الألماني، فالناس هناك بشهامة المصريين المعتادة تطوعوا لمساعدتها، وعن طريق أهل الخير قدروا يوصلوها للممثل عبد الوارث عصر اللي كان أحد المشاركين في الفيلم، وفوجئ بها قدامه ورحب بها جدا، واتفاجئ لما قالت له أنا عاوز أشهر إسلامي. كل ده لسه وإحنا في القصة. فقال لها طيب استريحي النهاردة، أنت لسه جاية من السفر. رفضت بشدة، وأمام إصرارها خدها وراحوا دار الإفتاء وأشهرت إسلامها على أيدي مفتي الديار المصرية في ذلك الوقت فضيلة الشيخ أحمد عبد العال هريدي، وسمت نفسها زينب الحسين علي زي ما بتقول القصة. إحنا لسه مع القصة. وأعطاها فضيلة المفتي نسخة من القرآن مترجمة للألماني، وروحت مع عبد الوارث وطول الطريق بتقرأ في النسخة وبتبكي بكاء شديد. بمجرد ما وصلوا بيته قالت له أنا عايز أروح أحج. فعبد الوارث عصر بيقول اندهشت جدا، إزاي هي عرفت الحج؟ فبيبص لقاها كانت فاتحة المصحف على ترجمة سورة الحج، فعرف إن دي إشارة من الله، وراح بنفسه حجز لها التذكرة والتأشيرة بمعظم الفلوس اللي كانت معاها. وتكمل القصة إن الممثل محمد توفيق اللي أرضه كان أحد المشاركين في الفيلم كان مسافر هو وزوجته للحج، واتقابل مع عبد الوارث عصر وهو بيحجز لزينب التذكرة، وقال تسافر معانا وتبقى مع مراتي صحبة، وفي نفس الوقت تروح زينب للأزهر وتطلب حد يعلمها مناسك الحج، تفضل بين القرآن وتعلم مناسك الحج طوال الأسبوع اللي فاضل على الحج، لدرجة إنهم بيقولوا إنها ما كانتش بتنام تقريبا ومش عايزة تسيب المصحف من ايديها زي ما القصة لغاية دلوقتي بتقول. جه وقت السفر وسافرت وأدت المناسك، وكانت مرات محمد توفيق بتقول لها إنها كانت عاملة زي الفراشة ودايما بتسبقهم وما بيظهرش عليها أي أعراض إرهاق أو تعب. خلصوا الحج وراحوا المدينة المنورة، ومرات محمد توفيق بتقول ما كانتش أول مرة نحج أو نزور، حجينا أنا ومحمد واعتمرنا وزرنا كتير، لكن المرة دي كانت متيسرة بشكل عجيب، لدرجة إننا بمجرد دخولنا حسينا إن الطريق بيتفتح لنا لحد ما لقينا نفسنا في الروضة الشريفة. وهنا حصلت حاجة غريبة جدا، لقيت وش زينب بينور قوي لدرجة إني كنت بقول لنفسي مش هي دي زينب اللي دخلت معانا المسجد، ومرة واحدة لقيتها بتبص بتركيز للمقام وبتبص لي كأنها بتقول لي شايفة اللي أنا شايفاه، ومرة واحدة لقيتها ضمت المصحف بتاعها بشمالها على قلبها
وقالت الشهادتين، ومرة واحدة وقعت افتكرناها أغمى عليها، بنفوقها لقيناها ميتة. ومن كرامتها اللي شهدت ليها كل المتواجدات، السلطات السعودية أصروا يدفنوها في البقيع وقد كان. دي القصة اللي احنا قلناها. تعالوا بقى نشوف الحقيقة. الحقيقة بقى إن الممثلة اللي شاركت في فيلم قنديل أم هاشم ما اسمهاش أصلا ميري، إنما اسمها تراودل كوليكوفسكي، ولا زالت على قيد الحياة. ويشير تتر فيلم قنديل أم هاشم إن النجمة الألمانية اسمها إم كوليكوفسكي، لكن لا يوجد ممثلة من ألمانيا اسمها ميري كوليكوفسكي. والصادم في الأمر أن صناع الفيلم كتبوا اسم الممثلة الحقيقي باسم الشخصية التي تؤديها، فضلا عن أن حرف إم اختصارا لميس، والاسم الحقيقي للممثلة التي قامت بدور ميري هو تراودل كوليكو فيسكي. هي من مواليد 9 من ديسمبر عام 43 في مدينة لودز البولندية، وكانت في طفولتها بتعمل في الصناعة، ثم اتجهت للعمل الفني عبر شركة مسرح العمال قبل تلقيها تدريبات في فن التمثيل. أول ظهور لها كان في فيلمين من ألمانيا، هما عازف البوق عام 64 ويجون والأعجوبة الثامنة في العالم، ثم انطلق مشوارها السينمائي وصارت واحدة من أشهر نجوم السينما، وكانت تظهر بجانب نجوم مرموقين مثل رولف رومر ويورغن فروهريب. وفي سنة 65 تزوجت من المخرج الألماني هورست سيمان، والذي ساهم في إخراج عدد من أشهر أفلامها مثل ليلة زواج تحت المطر. وتطلقت تراودل كوليكوفسكي اللي بيسموها ميري في القصة اللي هي اللي فوق ديت من زوجها، وصار ظهورها السينمائي والتلفزيوني في ألمانيا قليل للغاية. ومع أواخر عام 1989 تركت تراودل كوليكوفسكي ألمانيا الشرقية وذهبت للغربية، وعملت مخرجة لفيلم وثائقي بعنوان سكرة مع توحيد ألمانيا، أسست جمعية تراودل كوليكوفسكي ستيسي. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا في التعليقات، وشكرا لكم.